ملكة من مكناس على الخط. ملكة السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا ملكة تفضلي. بارك الله فيكم. بركة بشركم. الله يبارك فيك. علينا عليك. أنا خاز الموضوع. نعم تفضلي. أنا عافاك أنا مريضة من صغري بسي باش كنطلع من الدروج ودغيا كنطيح وظهري كيضرني ودابا ركبيا كيضروني وزعما مشيت لعند الأطباء كثار وتا واحد ما لقى العلاج ديالي. شحال أنت مريضة هاد العيائات؟ عندي أنا زادت به دابا راه عندي 27 عام. ما شاء الله. وميتا تقولي تزاديتي به اش كيف صنفوه الأطباء هاد المرض هذا؟ تيقولي نقص في الكالسيوم. تيقولي نقص في الكالسيوم لأني تنشرب الدوايات بزاف وما دارو لي والو. واخا انا نعطيك واحد النصيحه بدايه مزيان واستعملها ولا بد انه نشوف الملف ديالك ونعطيك نصائح بدايه. ثلاثه الاسابيع لا بديتي تحسب النتائج كمل ثلاث شهور وما تجيش عندي ولكن تعاودي التحاليل ديال الدم كريه البيضاء والحمراء لي بلاكيت مزيان عاد غتعاودهم اها لا فورميلاسيون سانغين كريه الحمراء والبيضاء العدد ديالهم عاد المختبر ولي بلاكيت هادو غتعاودهم كل جوج اسابيع نعرفوا النمو ديال الجسم ديالك كيف هو. اذا غتاخذ كاس كبير ديال الماء مغلي دير معاه معلقه كبيره ديال العسل الحره مثلا الا كان السدره او اليزير او الا كان عسل بحال مثلا حتى الليمون مزيان واخا ودير فيه 60 غرام ديال غذاء الملكات في الكيلو وخذ منه معلقه كبيره مع كاس الماء وخذ معاه طلع الناخي نص معلقه صغيره وربع معلقه صغيره ديال البروبوليس مزيان خذهم هذا الكاس تاخذ كاس الاول مع 6 الصباح وكل ساعتين خذ كاس مثلا 6 8 10 في الصباح ثلاثه المرات والعشيه 6 8 10 بالليل مزيان 6 المرات حتى 7 الا قديتي تقدر تزيد واحد مع داك ثلاثه ديال العشيه وخذ طاجين ديال 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 الحوت مع الخضره بزاف والثومه معدنوس زيت العود وحاول تاخذ التمر والحسوات الشعير مع ذاك الفطور مثلا نقدر نقترح مع ذاك 10 ونص 11 وخذ وحاول تستعمل الخضر بربا معدنوس تفاح عصرهم عاود عصر خزو فجل عاود تعصر دابا تبارك الله الدلاح موجود هذو كلهم مهمين فقط الشيء اللي بغيتك تركز لي عليه هو لي مساج جهه المصارن غالبا مصارنات عندك ما تيمسوش غالبا هاد من خلال الكلام ديالك ولكن انت مع دابا مع هاد الاستعمالات نحاولوا ان شاء الله نستعملوا هاد الاسلوب كل جوج اسابيع شوف لي التحاليل ديالك فين واصله ما تقربليش الماكله المواد الحيوانيه الا السمك وما تقربليش المعلبات بالطبع داكشي اللي ما دابا نديروا به ومع هاد الشوربه نبداو نحفزوا عمليه الامتصاص وبناء الامعاء وغالبا نشوفوا كيف لاسيميلاسيون الدوره الدمويه تاخذ نشاطها وكل المواد اللي تستفد منها الدوز الجسم وتستافد منها وحده وحده وقيش الجلية التحاليل وحده وحده دير لي امتي دوسي مزيان القديم لابد نشوفوه من بعد والجديد لابد تجمعوا ليا ونحاولوا نجلسوا له جلسه وبشفاء باذن الله.